السلام عليكم. احنا اجانا كثير اسئله في الفيديو تبعنا اللي نزلناه عن سناب اون، عن شو الفرق بين السناب اون اللي بتنباع اونلاين والسناب اون اللي بنعملها بالعيادات. طبعا في فرق كبير بينهم. اول شيء لازم نعرف انه السناب اون اللي بتنباع اونلاين هي بتيجي قياس واحد بتنحط في ميه سخنه وبتتلزق على الاسنان، اكيد كلكم شفتوا صورها وشفتوا كيف بتتعمل. هاي شيء ثاني طبعا ما لا يمكن مقارنته بالسناب اون اللي بتتعمل في العيادات. اليوم مع بعض حنشوف فيديو سريع كيف احنا بنعمل سناب اون في العيادات وكيف تطلع منظرها بالمنظر اللي بتشوفوه في الفيلم مثلا اللي نزلناه على اليوتيوب او على قناتنا على اليوتيوب. شغله لازم ننوه لها انه السناب اون اللي احنا بنعملها بتكون خاصه فقط للمريض نفسه، لانه احنا بناخذ قياسات له، مش ما بتركب على حدا ثاني، بس له لاسنانه. اول شيء احنا بنعمله لما نيجي ناخذ سناب اون انه احنا بنتاكد انه اسنانه سليمه وما فيها اي اضرار، تسوسات ما بيكون فيها، التهابات لسه لازم ما يكون فيها. بعدين بنقدر احنا نقوم باجراء اخذ القياسات لعمل سناب اون. قبل هيك لازم نعالج كل المشاكل الموجوده في اسنانه قبل لا نوصل قبل لا ناخذ قياس للسناب اون. خلينا نشوف مع بعض كيف ناخذ القياس وكيف نعمل سناب اون. الآن زي ما احنا شايفين هاي المريضة اسنانها وابتسامتها قبل السناب. الآن نفحص كل اسنانها، بعد الفحص انه نشوف انه اسنانها ما فيها اي مشاكل او تسوسات، بعدين نبدأ باخذ القياس الخاص في نفس المريضة. زي ما شفنا اخذنا قياس، طبعا بناخذ قياس للعلوي وبناخذ كمان قياس بنفس الطريقه للسفلي وبنبعتهم للمختبر عشان يجهزنا السناب اون الخاصه بالمريض نفسه. مرحبا بكم مره ثانيه. اليوم طبعا بعد 3 ايام اجى السناب اون من اللاب، زي ما احنا شايفين اجى للاسنان السفليه وللاسنان العلويه للمريض. نرجع ونذكر انه هاي فقط للمريضة نفسها، لا يمكن انها تستعمل لحدة تاني، فقط لمريض واحد. وهي بتيجي مادة طبعا زي البلاستيك لكن هي مادة سيليكون، بتيجي على قد قياس الاسنان بالضبط. الان المريضة نفسها هتحطها في اسنانها، نشوف كيف. هاي الاسنان العلوية حطتها، الان اسنان. هاي ابتسامة المريضة بعد ما ركبت السناب اون. ملاحظين ان هي مادة بتغطي الاسنان، طبعا هي ما بتنفع ان الواحد ياكل عليها، بس هي محطوطه للابتسامات لمناسبات معينه وبتيجي على قد اسنان المريض وبتغير شكل ابتسامته. زي ما شفنا بالفيديو كيف عملنا سناب اون، هاي السناب اون اللي بتتعمل بالعيادات. طبعا زي ما حكينا قبل هيك ما في مقارنه بينها وبين اللي بتنباع على الاونلاين. كثير اجت تعليقات انه هذا شيء مش صحيح او هذا كذب او مش حقيقي اللي بيشوفوه بالفيديو في الفيديو السابق تبعنا عن سناب اون، لكن الان وضحنا لكم شو الفرق ما بين الاثنين. الان هاي السناب اون اللي ممكن تكون معك تستعملها في مناسبات معينه للصور او انك تكون بين الناس فيها وتبتسم بين الناس بكل ثقه، لكن طبعا هي ما بتنفع انك تاكل عليها او انك تستعملها انها تكون دائما متواجده في الفم. وشاكر لكم ومستنى تعليقاتكم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم ومع السلامه.